هذه أجوبة لقضايا قد شغلت أذهان الناس، ونحيل تساؤلكم فيها لذوي تجربة وميراث، بحوار حر ونقاش فيما أحكمه الإلباس، ونصحح ما شاع وسلم من خطأ باد وقياس. تساؤلات. يتساءل البعض أو يسأل البعض أحيانا أهل التخصص ويحترم تخصصهم. تجد أحيانا الواحد منا قد يسأل طبيبا عن أمر فيه زيادة تخصص فيحيله على من هو أدق منه تخصصا، فضلا عن أننا قد لا نسأل غير الطبيب عن أمور الطب، لأننا نرى أن هذا تخصص له أصحابه وأنه علم له أصوله. هذا الأمر لا نلحظه ولا نجده في الأمور الشرعية أو في العلوم الشرعية. الكثير منا قد يتكلم في الحلال والحرام، قد يفتي بجواز هذا وعدم جوازه، قد يفتي بصحة هذا أو عدم صحته، وهو لا يملك آليات هذا العلم ولا يعرف أصول يبني عليها هذا الكلام. السؤال الذي يطرح: ما الذي يجرئ الناس أو ما الذي يجعل الناس يتكلمون في العلوم الشرعية دون ضابط؟ لأجل ذلك نستضيف اليوم الدكتور عبد الباسط يربوع، الأستاذ بعلم الحديث، لنسأله عن جملة قضايا تتعلق بتخصص علم الحديث. نرحب أولا بكم أيها السادة المشاهدون، ثم نرحب بالضيف الكريم دكتور عبد الباسط يربوع، ونبدأ بطرح تساؤلنا الأول، وهو: ما هو تخصص أو ما هو علم الحديث الذي أنت متخصص فيه؟ شنو هو علم الحديث؟ عرفنا علم الحديث، أعطينا فكرة على علم الحديث حتى يفهم غير المتخصص أصول أو معرفة على الأقل تؤهله أن يفهم هذا العلم أو قواعد هذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله شيخ رياض وبارك الله فيك على هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به المستمعين وأن ينفعنا به نحن أيضا. علم الحديث، دعنا نتكلم أولا إذن على أهمية علم الحديث. كما يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى: علم الحديث خطير وقعه، عظيم نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاحات يجب على طالب العلم أن يعرفها. إذن تكمن خطورة علم الحديث أنها تتوقف عليها معرفة الحلال من الحرام. لهذا نقول أن علم الحديث علم خادم يخدم غيره، فكل العلوم تحتاج إلى علم الحديث وهو لا يحتاج إليها. فمثلا في علم العقيدة، من أراد أن يثبت صفة لله عز وجل أو اسما من أسمائه، أو في الفقه إذا أراد الفقيه أن يثبت حكما شرعيا حلالا أو حراما، لابد أن يرجع فيه إلى علم الحديث. إذن هنا تكمن خطورة وأهمية علم الحديث، بل علم الحديث باقي العلوم تأثرت به. فنجد مثلا في كتب الأدب يروون الأشعار بالأسانيد، ونجد أيضا أهل اللغة رحلوا في من أجل اللغة كأخذوا ذلك من رحلة في طلب الحديث. مثلا نضر بن الشميل، يعني أنه روي عنه أنه قال: رحلت إلى البادية 40 سنة حتى يأخذ علم الحديث. إذن هذا مبدئيا علم الحديث. إذن هو شيخنا علم الحديث هو علم خطير، بمعنى أن له دور كبير في فهم كثير من المسائل باعتباره حاكم
على كثير من العلوم. يعني أنا عشان نستفيد مسألة لابد أن هو حاكم على كل العلوم. نعم، لابد أن أعرف حكم الحديث الدال عليها، هذا من حيث الأهمية. طيب لو نقول ما هي يعني أنواع هذه العلوم، يعني شن هي تخصصات علم الحديث بشكل يعني مبسط نفهمه نحن غير المتخصصين؟ علم الحديث هو أنواع كثيرة، لكن ينقسم إلى قسمين رئيسيين. هو علم الحديث رواية. معنى علم الحديث رواية يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو تقريره أو صفته. وأول رواية على الإطلاق هي رواية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حديث عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فرجع إلى السيدة خديجة وهو يقول زملوني زملوني. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وحكاية هذا الفعل يسمى علم الحديث رواية، يعني يحكي الحادثة، يحكي الحادثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو قررها. بمعنى قررها يعني أن يفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكر على الفاعل، ولا ينكر على الفعل. هذا يسمى سنة تقريرية، بمعنى وسلم أقره على ذلك. أو في صفة، في مثلا كان سلم شعره إلى شحمة، إلى شحمة أذنيه، كان ربعة من الرجال ليس بالطول وليس بالقصر. إذن هذه صفات خلقية فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا داخل في الرواية، في علم الحديث رواية. يعني الرواية هي حكاية أفعال أو أحوال للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تصلنا عن طريق رواته، وهذا أيضا موضوع سنسأل نعم عنه. نعم يعني إذن نقول أول ما نشأ من علم الحديث، علم الحديث رواية. هذه بداية نشأة علم الحديث هي الرواية، وأول رواية هي رواية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نقول أن علم الحديث نشأ من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بدأ بهذه الروايات، أنه علم هذا الذي نريد أن نوصله للمشاهد. نعم. علم له قواعده وأصوله، بل حتى له تقسيمات. الآن نحن نقول هذا علم رواية، والآخر سيكون علم آخر، علم دراية، دراية. سيأتينا هذا أيضا له، سيكون له يعني توضيح وشرح. نعم، هو ملاصق لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون ملاصقا بهذا علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية هو الذي يتعلق بالرجال، يعني بمن ينقل الحديث. هنا السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، الحديث روته السيدة عائشة. نعم. عند البخاري حديث بدء الوحي هذا. نعم، حديث بدء الوحي. إذن هذا يسمى ماذا؟ دراية. وهذا يعني قد يجرنا الحديث إلى كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. طيب أنا قبل الحديث عن هذا، نحن دائما نذكر إشكالية تقع من الناس أو تساؤل، لأن احنا نريد أن نطرح تساؤلات. بعض الناس يقول لك يا أخي الأحاديث كثر، يعني كثر وضع الحديث والأحاديث الضعيفة والروايات كذا، فأنا بدل ما أتعب نفسي أخذ حديث قد يكون ضعيف وقد يكون يعني نعمل بالقرآن، فما وافق القرآن أخذنا به، وما لا يوافق القرآن يعني نتركه، أو نأخذ بالقرآن أصلا استقلالا، لماذا ننزل أو نأخذ بالحديث؟ أولا هذا القول لا يمكن يقوله شخص عاقل، ولا يمكن أن يقوله شخص متخصص، هذا قد يقوله شخص يحب اتباع الهوى. الله عز وجل يقول في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جاء عن غير واحد من السلف، منهم إمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال حفظ السنة يدخل في هذه الآية. يعني الله عز وجل تولى حفظ القرآن، تولى حفظ القرآن وحفظ السنة، لأن السنة مبين القرآن. كيف يمكن أن نعرف عدد ركعات الظهر 4 أو المغرب 3، المغرب جهرية والظهر سرية؟ من أين سنعرف هذا إذا اعتمدنا على القرآن فقط؟ لا يمكن معرفة هذا إلا بالسنة، لأنها أتت مع القرآن. ما سيقال لك أيضا كيف يعني نقول أنها حفظت السنة ونحن نجد الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة يعني القرآن نعرف أنه وصل إلينا كما هو بالتواتر، لكن السنة هذه أيضا كثير من الضعيف والموضوع، وكتب أيوة ألفت في مثل هذا الموضوع. طيب حتى أحاديث مشتهرة
تجد أن هي في الحقيقة موضوعة أو ضعيفة. إذن نقول هذا إذن يجرنا كيف حفظت السنة. تمام. طيب نقول كيف تعامل الصحابة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانت لهم قوانين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا بين أظهرهم. هذا مثلا ضمام بن ثعلبة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له: أتانا رسولك يزعم أنك رسول الله وأنك تأمر بالصلاة والزكاة إلى آخر الحديث. فقال: صدق. إذن هذا ضمام بن ثعلبة يأتي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد. وعمر في قصة عندما سمع صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الحديث، فبين وسلم أن هذا الكلام غير صحيح، فقال له: بشر الناس. فخرج بشر الناس. إذن وقع التثبت في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم. فكيف إذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ لا شك أن التثبت سيزداد، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام لو تجرأ أحد فكذب عليه ينزل الوحي ويخبره، لكن بعد وفاته الوحي انقطع. كيف نفعل؟ إذن الصحابة أيضا لم يتركوا هذا الأمر سدى. الصحابة كان يسهل عليهم التثبت أن يرجعوا إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كيف نستطيع أن نتثبت من الحديث هل هو صحيح أو ضعيف؟ وخاصة أنه أحيانا الحديث الواحد يختلف فيه العلماء نفسهم في التصحيح والتضعيف. كيف أفعل أنا كمتلقي لست متخصصا في هذا العلم؟ طيب اسمح لي شيخ رياض، إذا كان الشخص ليس متخصص من عوام الناس يجب عليه أن يرجع إلى من يثق فيه من أهل العلم، من مثل كتاب صحيح البخاري ومسلم أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول كما سيأتينا. أما نحن كنحكي من ناحية تاريخية، كيف تعامل الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى يتصور المشاهد معنا أن علم الحديث له قواعد دقيقة لا توجد عند غيره في أي فن من الفنون، بل علم الإسناد كما يقول ابن حزم وغيره علم اختصت به هذه الأمة المحمدية. علم الإسناد وهو أن يقول الرجل: حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى القائل، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا لا يوجد إلا في هذه الأمة المحمدية. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام اشتد الأمر وزادت الأمر أصبح ملحا أكثر في التثبت فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما سنه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر، وكما يقول الذهبي هو يعني أكثر من أو أول من سن سنة التثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، قال: فأتى أبو موسى الأشعري فزعا، وفي رواية مذعورا يعني خائفا، فقال: أشهدكم الله، هل سمع أحدكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الاستئذان ثلاث؟ فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال: ما بالك، لماذا تسأل ولماذا أنت خائف داخل المجلس هكذا خائف؟ فقال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاستأذنت ثلاثا فلم يأذن لي، يعني ما ردش عليه. قال: فرجعت وانصرفت، ثم أتيته اليوم فأخبرته أنني أتيته بالأمس فاستأذنت ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، فقال: إنا قد سمعناك وإننا كنا في شغل، فهل استأذنت حتى أذن لك؟ يعني خيرك ما استنيتش، قعدت تستنى حتى يؤذن لك. ولك الاستئذان ثلاثة. فقال: استأذنت كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. فقال أبي كعب: والله لا. فقال عمر قبل ذلك، قال: إلا إما أن تأتيني بشاهد وإلا لو جعلنا ظهرك وبطنك. حكم انه قد يقع في الكذب عن النبي، انه قد يقع يعني او على الاقل يروي حديث. نعم، هو يعني هو عمر لا يتهم بالكذب، سأبين هذا بعد قليل. فلهذا رجع اليهم مذعورا، فقال الصحابي: والله لا يقوم معك الا صارون، قم يا ابا سعيد. فقام ابو سعيد الخدري فشهد معه. الشاهد هنا ان عمر بعد وفاته عليه الصلاه والسلام تثبت مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعذره تثبت. وهذا الرد من عمر ليس تكذيبا في ابي موسى الاشعري، حاشاه، فالصحابه كلهم عدول وقد عدلهم الله عز وجل فوق سبع سماوات، وانما المقصد هو سنه التثبت.
عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد في هذا كثيرة جدا في عهد الصحابة. الله فيك دكتور، احنا الوقت تقريبا انتهى، بس نريد يعني نؤكد معنى، وهو أنه الحديث رواية ودراية بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا تأسس يعني وضح بشكل أوضح على الأقل على مستوى التثبت والدراية في عهد عمر رضي الله عنه، ومن فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني نشكركم دكتور على هذه الإفادة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما تفضلتم به. نشكر السادة المشاهدين على المتابعة، ونلتقيهم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نكمل مع الدكتور باقي يعني المسائل حول هذه القضية. إلى ذلك الحين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحح ما شاع وسلم من خطأ باد وقياس تساؤلات.